عليك ثلاثة هكا قرب ود العصر صحيت لي واحد السيد قال لي تعالى راه خوك ضربو محمد باش ضربو قال لي ضربو بجنو ضربو الكوش. مني جات نعسات هنا سدت الباب حل الباب ودخل عليها بغات تغوت جات لها فوق منها وبركي ترفيها بجنو كيقولها دوين ذبح بوك ها الجنود ومنجل ضربها. مني جاي عدو شاف الدري خويا دري عادي جاي عدو ضرب اللي بغا يضربو بالمنجل شد لي ليدو جبد الجنويد ويضرب عليه في الكرش. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. جينا دوار حوازه النواحي ديال السطات في الفاجعه اللي الفيديو الاول تبعوا عدد كبير من المغاربه شخص اللي ارتكب جرم بالسلاح الابيض خلط كاع الناس ذكورا واناث صغارا وكبار الان في المنزل اللي غادي نتناول فيه القصه الكامله من البدايه ديال هذا السلوك الاجرامي اللي دار هذا الشخص. تبعوا معايا خالد غادي تعاود ليا هذا السيد هذا الشيء اللي دار بدا من هنا عاود ليا من الاول. اي مرحبا انا نعمة سيكت غادي خدام نايض غادي خدام فطرت غادي خدام جا الدري طق عليا قال لي راه غنمشي خدام قلت لي يلا. ملي غادي خدام لقيت هو واقف عند بابه ما عمرني لقيت واقف هو عند الباب اليوم لقيت هو واقف شاد واحد الكارو كيكمل قال لي كيدير اخر قلت لي لاباس محمد زدت مشيت خدام مالك ثلاثه هكا قرب ود العصر صحيت لي واحد السيد قال لي تعالى راه خوك ضربو محمد باش ضربو قال لي ضربو بجنوي ضربو الكرش. جيت من الخدمه جاي نجري من جيت بديت كنتول لقيت خويا مضروب عيطنا على لابيناس ديناه السبيطار. من جيت بقيت كنسقسي علاش الدريه بنت الخوادري في هذا المحل ضرها راسها من ضرها راسها بغات تنعس قالت لها ما سير لبيتكم ونعسي. من جات نعسات هنا سدت الباب حل الباب ودخل عليها. من دخل لقاها باركه في هذا البيت. شحال عندها من عاميه؟ عندها 10 سنين الله كتقرا في الخامس. طفله الله طفله الله كتقرا في الخامس. اجا هي منتكيه في الماطه من شافتو بغات تغوت جات تلاح فوق منها وبركي ترفيها بجنو كيقولها دوين ذبح بوك بركي تغوت جايه مرت عمها الشرج محلوله الشرج جايه مرت عمها باغا تاخذها واحد الغرف ديال الماء من الطار من شافت هكاك شافتو بدات تغوت مراد نوض محمد كيضرب فيها اسيه. مني ناض مراد هو كيصاحب اخوه حيت خوه سميتو محمد هو محمد. مني ناض لقى الدري هاز لقاتو داخل عليهم داخل علينا حتى المحل هاز جنود ومنجل ضربه. مني جاي عدو شاف الدري خوه دري عادي جاي عدو ضربه اللي بغا يضربو بالمنجل شد لي ليدو جبد الجنود ويضرب عليه في الكرشو عاود كلام هذيك الضربه هي اللي كلاتو شويه ما كان يقتلو. هذا خوك دابا اللي مضروب عاود الشده اللي شدو من ليدو ضربو منجل ضربو لهن هذا اللي ماشي 15 غرزه فراس. خوك دابا فين هو؟ خويا درك في الانعاش ورزقو في كازا رزقو دار عمليه البارح شو واش يعيش ولا ما يعيش واش راه بزاف. هادشي خالد دارو هو والبارح والبارح ياك والبارح. من موراها مشى التلامذ في المدرسه انا نكمل لك حنايا جاو الجوندارم عيطني من مقدم مراكشي واصلوا علينا قال لك وصلنا عليكم السبيطار الحسن الثاني قال لك خاصكم ديكلار واش انا خويا باكي موس ولا في الديكلاراسيون هذيك الساعه خاطر نشوف خويا ديك الساعه نقد خويا عاد نشوف الديكلاراسيون ونشوف الوثائق كاملين عاد نشوف. عيط ليا الجوندارم الولاد سعيد مع الصباح عيط لي قلت لي راه جيت عندنا قال لي جيت عندكم وما لقيتكمش راكشي قلت لي راه كنت مع الخوادر راك شتي ردينا لكازا ومن هك قال لي دركا خاصك تجيب لي الدريه وتجيب لي باك وتجيب لي امك. مشينا مع الثمانيه من الثمانيه هما باركين حتى الثلاثه هذا دوزهم خاطر الاقوال ديالهم وقال لهم سيروا انا غنجي عندكم. ومن جا عندهم المحل خرجت امو بركة تعير ولا انا ولدي انا بر امن 4 سنين هذه من شتو هذا داك محمد اللي ضرب وهو راه هي اللي دخلاته وهرباته قالت لك كيقولوا حنا ما شفناش باش غنقدر يعني اللي فهمت انا انه البارح كان هربان البارح ما كانش هربان هو البارح من جاو عدو الجندارم راه ضرق عليهم الجندارم جاو ما داروش خدمتهم بالعربيه الفصحى الجندارم ما داروش خدمتهم حيت كون بغاو يشدوه حيت ما يجيش يصلي المغرب
ويمشي برك في القهوه ويعاود يمشي يصلي ثاني العشاء. والمخزن من عيط لي مع المغرب قلت له اشري حتى السيد راه باقي يدور. وقال انا راني جيت تما كنا بنقلع مع قاش انه قلب لي منه كل هك. وانا راه درت خدمتي وانا ما عنديش الحق باش نمشي باللي. قلت لي جاعدوا باللي ندخلوا عليه ندخل عليه المحل ديالو ملي غيكون ناعس راه نشدو. قال لي ما عنديش الحق انا ندخل عليه انا غنقلع مع قاش. هادشي البارح. هادشي البارح. اليوم مع الصباح دري ولاد خوتي هذوك اللي باهم مضروا. ما بقاوش بغاو ينعسوا. قال لي والو ما كاينش اللي ينعس معنا. مع 12 ديال الليل ضربات الرفيقه نايض مخلوع. قلت لي يا برك ابو برك 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 ماك. قال لي صاحبته هو غيجي يدخل عليا. واخا ولكن عنده شي ضحايا اخرين ضربهم اليوم في الصباح. انا جاك الهضره. بقينا ناسي من اليوم مع الصباح. قال لي غنمشي للمدرسه نوض نسير يلا معايا للمدرسه. قلت لي التاسير شكون بغيت تلقى له؟ من واصلوا الطريق تلقى واحد السيد قال لهم هربوا هذا راه كيضرب في عباد الله. من نوضنا لقينا ضارب ثلاثه دراري ودريه وضارب واحد مول الحانوت ضاربوا راجل اخر ضارب جوج رجاله بحال سته الناس. الحانوت هو الجلالي داز معنا في الفيديو. هو الجلالي وضارب ودركا جوج دراري خاطر في الانعاش. دركا حاليا راه في الانعاش. الاب ديالك حتى هو مضروب في يديه. الاب ديالي مني ضرب خوادري جاي باغي يفك جاي توا يجري تم ضربوا بجنولي. راه هو توا عمار تاع دوت 8 الغرزات في اليد. وراه السؤال اللي عندي معاك خالد علاش في نظرك انت هادشي واش هذا؟ الله يعلم الله بحكم يعلم. لا السؤال فهم معايا السؤال باش تعرف شي واش تجاوبني في الحقيقه اللي كاين. مرحبا ما نزيدوا على حد ما نقصوا على حد بحكم انه هو ولد الدوار معاكم الدوار وجيراننا مزيان. واش الوضع العقلي ديالو سليم؟ سليم واش سليم عنده شي صوابق قضائيه؟ عنده صوابق قضائيه. فاش؟ عنده صوابق قضائيه في الشفره وعنده في المضاربه مضارب وعدو ثاني هاد ليامات اما ديكلاروش ثاني تلقى الدريه شدها كرفسها هبا هتا هي بنت الجيران هتا هي الله تجوجت وعاود تلقى الدريه اخرى وخوها راه هربان درك حتى هو دار معاه ضربو بجنوي راه هارب درك وعاود ثاني مشى لواحد القهوه ثاني تلقى الدريه. يعني المخزن ما دايرش خدمته. هذا من جابوا واحد النهار جات المخزن وكيقول ليهم هذا لا جايبين لا جوده كيقول لهم هذا لا جايبين وليده يقول لهم لا جايبين وليده. هذا موصل عدو قال لي لا جوده واش شافوا واحد الكارو قال لي هالكلاب اللي قلنا. يعني المخزن ما دايرش خدمته بان السيد اللي داير الكوارث كامله وباقي كيدور. يعني لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. لا درك الدري خويا درك اسمعني الدري خويا انا درك هذا اللي مضروب راه خدامه بني ومقيوسالين معدق مضروب في المعده درك هذا واش باقي غيخدم؟ عنده ثلاثه الدراري وولده والله عنده 11 عام الدري الكبير عنده 11 عام هذا راه خدمه مشات عليه وفي العروبيه والحاله ضعيفه. عرفت ايوا الله يشافيها خالد. مشاهدينا الكرام مجموعه من النقط في الموضوع توضحت الصوره اكثر كما جاء اللسان ديال خالد اللي بطبيعه الحال هو متبعه الملف من الاول. هذا الشيء وقع البارح اليوم تفاقم الوضع. السؤال المطروح لو تم تفعيل مجموعه من الشكايات في الموضوع ما كان ليكون اليوم الوضع بالطريقه هذه. مساله تقصير شرح ذاتها بقوه. تفضل الكلمه. حيت هذيك الساعه كون مني مشينا عندكم مشكله مني تعرف مضروب كون شدوه تم يضربوا ستة الناس هي اليوم فهمتي تم يضرب علاش يبقى يدور هو 48 ساعه ويدور راه العام كيستوعب كلامك راه فاهم الامور علاش غيبقى يدور كون تشد هذيك الساعه مني داخل على خيمه ودركو حنا الدريه دركو اللي داخل عليها ولات في حاله نفسيه خاصها دركو طبيب 11 سنين خاصها طبيب نفساني دركو. واخا خالد شكرا لك. مشاهدينا الكرام غادي نشوف مجموعه من نقاط اخرى الا كانت شي اضافه مع الاب الوالد. انت ضربتي في يديك فين اللي ضربتي فيه؟ علاش ضربك هذا وكيفاش؟ انا غير سمعت الغوت خرجت جبرت المشاهدين درت لي دي بهالما وكان يضربني كرم لي السبول ما تليش برد ما ندير سخبت انا طحت ما تليش برد ما ندير تليش برد باش تقاوم خرجت لي الموت انا وحل لي انا راه دابا ثلاثه خرزات ولا اربعه هذا حدي معاهم وصلان تنت الدار. والله يجيب لك الشفاء يا ربي. مشاهدينا الكرام بقى عندي سؤال اخير مع خالد لانه عنده معلومات كافيه في الملف. كيفاش تشد هو اليوم الصباح وكيف هذا ما تشد؟ انا حيت انا ما كنتش حاضر من هذيك الساعه من النط ديت شي نعيجات لواحد الدار باغي نطي المهم ياكلوا جي هابط قال لي الدراري راه كيضرب في الدراري ضارب شحال ضارب شي سته الدراري دركا المخزن ما بغاش يشدو
كون ما تجمعوش بغيت الابوات الدراري كاملين وراك شي وتبعوه وبقوا تابعين وتشدوه المخزن ما كانش يشدو شدوه فوق راه السطوح ينقص واش هذا اللي مسطي مسطي هذا اللي هاز من جو كيقول لهم راه غادي توصلوا عادي غنضرب مالو ما ضرب لحمو مني وقام مسطي لا كان مسطي خاصو يضرب لحمو كيقولوا غنجر وشدو تابعين حتى شدو الدراري كون ما شدوش ولاد القبيله وبوا الدراري ما يتشدش سمعت واحد المساله انت اللي غادي تعطيني واش صح ولا لا انه اليوم في السبيطار ملي ضربوا الاطفال في المدرسه وجا السيد العامل وهادشي سمعتي اي كاينه بصح جاي السيد العامل وجا السيد الوالي حتى هو تم جات النيابه العامه كلشي جات منا كلشي جات ورا الابوات هما داروا شكايه بان شي راه ماشي معقول بان شي راه ما خدام دروك راه الدراري دروك حنا كاينين دواور بعاد كيجيو ولادهم كيقراو عندنا ودروك راه خاصهم كلشي يولي يوصل ولده والدراري باغيين يجيو يقراو تنتمم من الله تعالى ديك البنيه يرجع الوضع الصحي ديالها والاخ ديالك اللي هو دابا في لها شي تشافى في حاله نفسانيه راه خاصها طبيب نفساني هذيك الله يجيب له الشفاء يا ربي مشاهدينا خمسة الدراري دروك راه الحالة لا يرثى لها دروك خمسة حتى كتجمعهم وتنعسهم وتبقى بارك لهم عاد راسهم عاد لا نعسهم ما ممكن لا نعس لا والو وحنا 48 ساعة العين ما تلقاها كانت مع العين الشفار ما تلقاهاش مع الشفار راه هذا اللي راه ولينا في الرعب الله يفرج عليك يا ربي الوالد شكرا لك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مجموعة من علامات استفهام في هذا الملف اليوم ملي وقعت الواقعة استمر في الجرم ديالو اللي ارتكبوا ضرب أطفال ضرب تلاميذ واسمح لي وهو قام كتقول لي كيبدا داوي كيقول لك انا باغي نمشي للحبس انا باغي نمشي للحبس انا هو 5 سنين ديال الحبس لا هو دابا راه ماشي غادي يمشي باغي يمشي يسير الحبس علاش ما كتضرب في الدراري علاش ما كتعدى علينا حنا نضربوه مع طرف ديال الخبز الله يفرج عليك يا ربي انا معاك مشاهدينا الكرام في ضمن الموضوع هذا الموضوع يشوبه شيئا ما التقصير لانه الواقع وقعت البارح ما كان والو واليوم ضربوا استمر مرتكب الجرم في الاعمال الشنيعه ديالو وضرب الاطفال وفي المستشفى كما اكد خالد كما اكد ضحيه اخر اللي هو بوجيلال اللي تناولنا معاه الفيديو السابق انه حضر السيد العامل وحضروا مجموعه من المسؤولين القانونيين في الموضوع كذلك النداء كنوجهوه للمسؤولين اين هذا لم يتم لحد السلوك الإجرامي ديال هالطرف في الأول انطلاقا من الواقعة ديال والبارح حتى لا يتمادى في أنه هاد الأطفال اللي تأدوا اليوم والأكثر من ذلك طفلة اللي عندهم في هاد المنزل عنده 10 سنين عنده مشكل نفسي الأخ ديالهم هو في مستشفى بن رشد بالدار البيضاء والعائله جد مزريه الوضع ديالهم الله عز وجل اللي عالم بهم ما في حالهمش حنا في دوار ناس جد بسطاء كذلك الشق الانساني ما غاديش ننساوه غادي نوضعوا الرقم ديال خالد وكنطلبوا الله عز وجل كل من ساهم او ساعد في التطبيب ديال ذاك الوليد اللي الوضع ديالو كما كيقول الاخ في الانعاش بين فض الله بالموت وبالحياه مشاهدينا الكرام سوف نستمر في تتبع حيتية هذه القضية وكذلك ما يهمنا هو تنوير الرأي العام في الموضوع ورسائل المسؤولين لاتخاذ المتعين وهذا هو عمق الصحافة المغربية لأنه لو تم تفعيل مجموعة من الشكايات في الموضوع من يوم من البارح بطبيعة الحال ما كان ليكون الوضع بهذا الشكل ويتأذوا الأطفال ويحضر السيد العامل ويحضروا مسؤولين قضائيين في الموضوع مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم